إذن هذه هي الاستعدادات لفريق الجزيرة، وفي ظل غياب كبير للمحترفين وأيضا شريحة كبيرة من اللاعبين، كابتن طارق نتحدث عن هذه النظرة من السيد براقة بتفضيل مباراة الكأس مثل ما حدث مع هيكسبرغر أكثر من المواجهة الأسيوية أو مباراة دوري أبطال آسيا، والله مع أم ضد أنت في البداية؟ أنا والله شوف إحنا محققنا بطولة، لا بطولة دوري ولا بطولة كأس، فطبيعي ان يمكن استراتيجيه النادي كانت في اول شيء ان البطوله الاسيويه يلعبون فيها للمتمرون للوصول للدور الثاني وانك تلعب على البطوله، بس الخساره الاخيره من الفريق الايراني طبعا اكيد انها غيرت الهدف اللي هو للفريق كامل، واصبح التركيز خاصه بعد ما فزنا في المباراه في الدور الاربعه على الشباب اصبح التركيز انه على الكاس، الكاس الحين انا اعتقد انه ممكن ضروري، يعني الفريق يعني فارق في الدوري بفارق مريح في الكاس مباراه بعد يمكن تاريخ 11، فانا اشوف ان الفكره يعني الهدف شو الهدف؟ يمكن احنا بنلعب على الهلال بكره بس العمليه بعدها مش منتهيه، يعني عمليه ان الفريق انه يعني يصعد الدور الثاني يمكن محتاجه وقت، بس الكاس وصلت مباراه نهائيه فرصتك كبيره، بنفس الوقت انت فرصتك مع الوحده ان الوحده بنفس الوقت بيلعب بنفس الوقت معاك يعني تقريبا فتره الراحه، ممكن الجزيره يفرق معاه اللعيبه اذا ارتاحوا تكون توصل المباراة النهائية أكثر جاهزية من لعبة الوحدة، خاصة الوحدة عنده فرصة أمل في الصعود. يعني كابتن عبد الله تتفق مع هذا الجانب للسيد براقة؟ هو حديثه كان من الجانب هذا أنه ما في فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياط أو فريق أول وفريق رديف. طبعا أول شيء مسي الكابتن طارق، يمكن أخوي حمد الأسبوعين هذه ممكن لاعبين الجزيرة يدخلون التاريخ فيه، خصوصا الجيل اللي متواجد، يعني مثل ما تفضل الكابتن الفريق ما حقق بطوله دوري ولا حقق كاس، انا عندي الثنائيه مثلا تركيز على دوري الكاس، عندي اسبوعين مهمين جدا، ممكن البطوله الاسيويه ممكن انا عندي دور ثاني، ممكن العب الفريق يرجع الفريق ككل، ممكن اذا صار في مجال التعويض، ممكن اذا على حسب نتيجه المباراه، ممكن بفوز تعادل فريق زبهان، ممكن مع الغرافه، ممكن يحيي امال الجزيره في الدور الاخر، بس الجزيره عنده مشكلة كبيرة، يعني لما بيشارك في الفريق الأول الآن في الهلال وبعد 5 أيام بيلعب مع فريق الوحدة، ثم عنده بعد 4 أيام مباراة البنياس، يعني مباراة جدا مصيرية للفريق، وخصوصا العامل النفسي، يعني ما نبي نتكلم عن الجهد البدني ممكن اللي يصل للاعب، لا أتكلم عن العامل النفسي، وأيضا اللاعبين اللي متواجدين كلهم محترفين، لما تشاهد اللي ممكن متواجده، ولما شفنا مساء بعض اللقطات للفريق تشاهد الحارس علي قصيف متواجد بالفريق، ايضا تشاهد سامي راح يكون متواجد، سامي ربي ايضا، علي العامري لاعب منتخب الاولمبي، ايضا صالح بشير لاعب طول الموسم ممكن مبارتين فقط اللي ما شارك، عبد السلام نجم كبير، سلطان متواجد ايضا، سلطان برغش ايضا متواجد، علي مبخوت ايضا متواجد، احمد جمعه متواجد، يعني الفريق فيه توليفه ايضا من اللاعبين، وايضا هذه فرصه لهم، يعني اذا انت بتطالب مستقبلا في عقد للنادي او في عقد لي انا كلاعب، ايضا لابد هذه جتني فرصه، وايضا لابد اثبت للجهاز الفني وايضا للاداري اني انا استحق اني اكون في التشكيله الاساسيه واكون البديل الاول للاعبين اللي مو متواجدين الان في الرياض، فنتمنى ان شاء الله ايضا يلعب مع فريق جدا صعب، خصوصا الهلال، ايضا الهلال غير موفق على ارضه، دائما بالفترات السابقه الفريق غير موفق غريبه، يعني خسر على ارضه وفاز خارج ارضه، يعني لما نشاهد تعادل مع فريق الاهلي، والاهلي الموسم اللي فات المركز الثامن تعادل 1-1 في الرياض، فمباراه الخليجيه الطابع الخليجي يختلف، لما انا دائما كلاعب يمكن الكابتن يمكن عنده وجهه نظر، احب العب مع فريق اسيوي ولا احب العب مع فريق خليجي، خصوصا في المباراه، لا الفرق الخليجيه طابع ايضا العامل النفسي يطغي على اللاعبين الخليجيين، فانا وجهه نظري انا مؤيد لبراقة، مؤيد للفكر، ايضا مؤيد اذا هذه طبعا في الجهاز الفني والاداري اذا كانت الفكره هذه متواجده، ايضا انا مؤيدها 100%، عندي اسبوعين اهم من البطوله الاسيويه دوري وكاس، طبعا الكل يقول لابد انه يكون تمثيل، ان الفريق الجزيره يمثل الامارات، ايضا قاعد يمثل الامارات في لاعبين ايضا على مستوى عالي ولاعبين محترفين، بس انا اقول لك عن مباراتين مهمات جدا، نهائي كاس وبنياس.